صباح الخير عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا صبحتوا بيان ونهاركم ويجوز بخير وعلى خير. شوفوا ما تزيدوش تكسروا رسالكم كامل، على جالكم يا منا راح نولي نضرب دارا برا نشوف السما كيفاش راهي، هذاك الحال كيفاش يكون، نجي لسميرة تي في ونقول لكم الحال وانتم من بعد شوفوا لا تخرجوا ولا تقعدوا في الدار، هذاك شي شغلكم. نبداو. الاجواء في هذه الصبيحه راح تكون صافيه بصح شويه مغيمه على المناطق الساحليه والداخليه للوطن، وراح تكون شتيوه غير تما خفيفه هكاك على المناطق الشرقيه، وفي الجنوب السماء راهي رايحه تكون صافيه بصح شويه مسحبه. نروحوا دوقا لدرجه الحراره تاع هذا النهار باش نشوفوا كيفاش راح تكون الحاله. نسجلوا 13 درجة في كل من دزاير وتلمسان، عنابة وتيارة 11 درجة، وهران 15، قسنطينة 7 درجة، وسطيف 6 درجة. سوق هراس راهي 5 درجة كأدنى درجة، تسمى راهي سخانة يمحينكم ما باش تكونوا عارفين. المسيلة نسجلوا فيها 12 درجة، ورقلة 19، الوادي 17، وعين صالح 21. نروحوا لعين قزام لوين راهي 23 درجة. العشية هادية نسجلوا 19 في كل من الجزائر وعنابة، وهران الباهية 24، تيارت نسجلوا فيها 21 درجة، قسنطينة 17، وسطيف 18. سوق هراس 14 درجة، المسيلة 24، نسجلوا 20 درجة في الجلفة، ورقلة الوادي وتلمسان راهي 28. تمن راست راهي 33، عين صالح نسجلوا فيها 39 درجة، وعين قزام 41. نروحوا دوقا لصحاب سيادة، البحر راح يكون شوية مهول كما راكم تشوفوا، ما لا بالك. الرياح راح تكون شمالية شرقية وين تتراوح السرعة ديالها من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة، والرؤية راح تكون شوية متوسطة، بالكوا على رواحتكم. نختم معكم بهاد المعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس، ونقول لكم يعطيكم الصحة اللي تابعتوني، إن شاء الله نعاود ونتلاقاو ونقول لكم الحال كيفاش يكون. كما اليوم جاب ربي تاع خرجة صافا، هيا نتلاقاو في زنيقة العرايس.